أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الاثنين 5 أبريل 2021. للتخلص من أي زيادة في الوزن اكتسبتها مؤخرا، ابدأ من اليوم في ممارسة الرياضة بانتظام، وابتعد عن الوجبات السريعة الدسمة. عاطفيا، إن كان قد مر وقت طويل على آخر مرة قمت فيها بمفاجأة سعيدة لطرفك الآخر، أنت إذن تحتاج لمزيد من التجديد، فقم بذلك بشراء هدية بسيطة دون أي مناسبة واسعد بها شريكك. مهنيا، يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع المعنوي المترافق مع بعض التردد الذي يفرض الحد. قبل فلتان الأمور من بين يديك وعجزك عن إصلاح ما فسد. صحيا، يشكل التوتر خطرا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط الدائم. توقعات خاصة للرجل: إن شعرت بتقلبات مزاجية لا ترتبك ولا تخسر الآخرين، لذلك حاول أن تتمسك قدر الإمكان وكن طبيعيا، فالجميع يمر بين حين وآخر بمزاج متقلب. توقعات خاصة للمرأة: الوصول إلى الحلول الوسط هو أفضل ما تقومين به في الوقت الحالي يا امرأة برج العقرب، لذلك لا تضيعي وقتك في الجدال، اجعلي طموحك اليوم عالياً وقومي بكل ما تقدرين عليه حتى تحققي هذا الطموح. ضعي كل حبك وحماستك في اليوم هذا،